بن حمدان بن راشد المكتوم 8 دقائق و8 ثواني واربع اجزاء من الثانيه. تهانينا كذلك لعتيج بن سالم بالعرطي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه والانطلاقه لشوطنا 12 في مجموع الاشواط. الشوط 12 الخاص بالقعدان المهجنات الاصايل، اذا لاصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثاره. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع هنا على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وسالك لسمو شيخ محمد بن المرب بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد. من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل؟ المركز الثاني وثاني المراكز هناك أيضا من الجانب الآخر يأتينا العابر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي. وصول هنا من لطيف سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد ال نهيان مع احمد بن علي العجب في التضمير. من ياتي على المركز الثالث وفي المركز الرابع يتواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعود المكتوم مع عامر بن حمود بن دحفوس المنصوري في تضميره. ووصول من تواق لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد. تهانينا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية لنابت بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز الجميل لمشاغب المركز الثاني. وصول مرموق من هجن العاصمة. المركز الثالث مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مركز الرابع نشوان السيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. مركز الخامس هجن العاصمة. سادسا لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد الهيان. سابعا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم. والتوقيت يا ابو عدنان، هنا التوقيت الزمني لمشاغب سجل 8 دقائق بالطبع هو توقيته الزمني، 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية للمضمر نابت بن سلطان بن رشيد. اما